سؤال لطيف، ينفع اخد فلوس من واحد اشتري بيها حاجات ابيعها لنفسي بسعر اعلى وقسط له الفلوس؟ انا اخدت منه $1,000 رحت اشتريت بيها تليفون، تمام، بعته لنفسي مش لحد تاني، رحت مقسط يعني ثمنه لمين؟ لصاحب الدين. مش عارف صاحب الدين ايش علاقته ايش علاقته بالسلعه الجديده دي؟ دي عمليه داخليه بينك وبين نفسك، بينك وبين ضميرك. انهو، هذه يا ولدي حيله مكشوفه للتحيل على الربا لا تحل. كيف تشتري وتبيع لنفسك ثم تطلع الزياده على كانها ربح للدائن اللي لا باع ولا اشترى، هو أقرض، وانت بعت لنفسك واشتريت من نفسك وربحت من نفسك وعايز دخل الربح ده باعتباره دخل لي. انا مش عارف انت فعلا نايم ولا واخد بالك. يعني ان الله يا ولدي لا يخادع، لكن في حل، ان تشتري منه سلعة فعلا يكون مالك لها بثمن مؤجل. تقول لي بدل ما تقول اعطيني $1,000، قول له انا عايز اشتري موبايل $1,000، اشتريه لي، خد منه الموبايل ده $1,000، روح بيعه بره لواحد تاني مش ليه هو، بيعه لواحد تاني بره، دي اسمها التورق، بيعه ب 800 وانتفع ب 800 ورجع له الألف في يخته. ان بعت لنفس الشخص اسمها العينة. فرق بين العينة المحرمة والتورق الجائز. التورق اشتري السلعة بثمن مؤجل وأبيعها لشخص آخر له البائع الأول ولا وكيله، تمام، جائزة، يعني حل مشكلة. أنا عايز سيولة، ما عندي سيولة، لما أجد قرضا حسنا أوكي. هذه تمشي. أما أن أنا أشتري منه الحاجة بثمن مؤجل وبيعها له هو بثمن حاد، هذا بيع العينة المحرمة، لا البائع له غرض في البيع ولا المشتري له غرض في الشراء، هي فلوس في فلوس، والسلعة وسيط صوري، رشو الضمير، دخل وسيط صوري كده عشان يخدرك. ولا لا، ده انت بتبيع وتشتري، انت مش بترابي، ما بتقفلتش بزيادة. فافق يا ولدي، العين شيء والتورق شيء آخر. ممكن تشتري سلعة وتبيعها لواحد تاني برا، جائز، وتنتفع بالسيولة. أما تعيد بيعها لنفس الشخص، هذه العينة المحرمة. بارك الله فيكم.